السلام عليكم، صباح النور. نتمنى تكونوا بخير. نشوف غير تحيات الإسلام، ما شاء الله شحال زوينة وعندها معنى وفيها السلام وفيها المحبة، ماشي بحال التحيات الأخرى اللي باللغات المختلفة، لا بالفرنسية ولا بالإنجليزية، اللي أنا بعدا كيبان ليا ما عندها حتى معنى. سالو ولا بونجور ولا هلو ولا بون. أنا في طريقي إلى العمل، وقلت مرة وأنا في طريقي للعمل نعطيكم بعض الأفكار اللي ممكن تنفعكم في تعلم اللغة الفرنسية، وتنفع حتى وليداتكم، وتنفع حتى الزملاء الأساتذة اللي ممكن كنظن أنهم يكونوا عارفين بحال هاد النقط. ألوغ اليوم بغيت نتحدث على لا ديكتي، على الإملاء باللغة العربية، على هاد لا براتيك اللي أنا بالنسبة ليا جد مهمة، لان هي اللي كتخلينا نتعلموا ولا نضبطوا لورتوغراف. لورتوغراف يعني الطريقه ديال كيفاش كنكتبوا الكلمات ولا نكتبوا النصوص الى اخره. لو ديجا نعرفوا واحد الحاجه، راه الاملاء في حد ذاته ماشي هو، حيت كاين بعض الناس كيقولوا لي استاذ قرينا الاملاء ولا علمينا الاملاء. لا، الاملاء ماشي شاجي نقول واحد لو دومين خصنا نتعلموه. الاملاء هي اون براتيك، ما عرفتش كيفاش نقول هذه بالعربيه، واحد ممارسه تربويه ولا تعليميه اللي كتساعد اننا نتعلموا ولا نضبطوا الاورتوغراف. ديجا خصنا نعرفوا واحد جوج الاشياء، ان الاورتوغراف كينقسم لجوج الانواع، كاينه الاورتوغراف دوزاج وكاين لورتوغراف غراماتيكال. الو باش نفرق بيناتهم بسيط جدا، لورتوغراف دوزاج هو الكلمه كيف كتكتب، كيف الناس في اول نهار اتفقوا قالوا غادي هاد الكلمه غنكتبوها بهذه الطريقه. الو لورتوغراف دوزاج نورمالمون سي لو ديكسيونير، في القاموس كنقدروا اننا نعرفوا اي كلمه كيفاش كتكتب بطريقه صحيحه ديالها. كاين لورتوغراف غراماتيكال، وهنا كاين كنطبقوا القواعد النحويه، القواعد تاع اللغه كنطبقوها ملي كنكونوا كنكتبوا. ردوا البال هذه النقطه، لان حنا كاساتذه مثلا كنقدروا نغمضوا عينينا على لورتوغراف دوزاج، ولكن لورتوغراف غراماتيكال هو اللي كيخلينا نعرفوا مدى استيعاب التلاميذ ولا الوليدات ولا اي واحد القواعد اللغويه، واش فهمها واش يقدر يطبقها. فوالا دونك ما كتلقاي مثلا ما كيديرش لاكور في لو غروب نومينال ولا اونتر لو فيرب لو سوجي الى اخره، فهنا كنعرفوا ان الوليد عنده فعلا خلل. لهذا انا كنقول ان لا ديكتي، وهذه ممكن يمارسها اي واحد كبير ولا صغير، لا ديكتي بكل انواعها. دونك نبداو اولا بلا ديكتي كلاسيك. لا ديكتي كلاسيك وحتى لوطو ديكتي هما جوج طرق اللي كيخلونا اننا نضبطوا لورتوغراف دوزاج. لهذا كنقول ان دائما وليداتنا لا في القسم ولا في البيت نعطوهم واحد لو تيكست ونقولوا لهم هذا لو تيكست غادي تحاول انك تشوفو تعقل على الكلمات كيفاش كيتكتبوا، وتعاود اما تكتبو بوحدك اما نمليه عليك. فهاد الطريقه هادي اش كيوقع هو انه الوليد كيخدم الذاكره ديالو لا ميموار ديالو باش كيحافظ على ولا كيعقل على دوك الكلمات، كيحفظهم بلوطو ماشي كيحافظ عليهم، كيحفظهم وكيحافظ عليهم في الذاكره ديالو. كاين مجموعه من لي ديكتي اخرين، بحال دابا مثلا نقدر نعطيه واحد لا ديكتي ايغور، واحد النص فيه مجموعه تاع الاخطاء، وهاد الاخطاء من الاحسن باش نخدم الاخطاء اللغويه ولا باش نخدم لورتوغراف غراماتيكال، هاد الاخطاء خصهم يكونوا لغويه. يعني مثلا غنعطيه واحد لو سوجي او بلوريال، وغنعطيه مثلا لو فيرب ما عندوش لا تيرمينازون كي كونفيان، وغنشوف هذاك الوليد واش كيستطيع انه في هذاك لو تيكست يكتشف ليا الاخطاء اللغويه. هذه راه سيت اون فورم دو ديكتي، و سيت اون فورم دو ديكتي كي تري اميزونت بالنسبه للتلاميذ كتكون ولا الوليدات كتكون ممتعه، وفي نفس الوقت جد فعاله. انا كنقولها لكم الحاجه اللي نقدر، كاين دوطخ ديكتي نقدر نشاركهم معكم من بعد، غير انا نقول كيف كبار كيف صغار لا ديكتي ولا لوطو ديكتي جد مهمه. دونك انا الا كنت كبير ما عندي حتى واحد يدير يملي عليا، دونك ندير لوطو ديكتي.
وبالنسبه للاساتذه، انا ممارسه كنديرها في القسم ديالي وحبيت انني نشاركها معكم، هو لو ريتوال. الوغ كل صباح اول حاجه كنبداو بها واحد لو ريتوال، واحد شي حاجه تاع 5 دقائق هي لا ديكتي، ان ريتوال دو ديكتي. كل صباح كتبدا ليه بهذاك واحد النص صغير، كطلب منه انه يعقل عليه، اولا كنشوفوا فيه الكلمات الصعاب كندرسوهم اونصومبل كنتكلموا عليهم، من بعد كتغطي له هذاك السبوره ولا هذا وكتخليه هو يكتب سوغ اردواز ولا في اي دفتر ولا اي حاجه. المهم هو ان تكون ممارسه يوميه، هذا هو اهم حاجه، تكون ممارسه يوميه. وكونوا متاكدين الا درنا يوميا لا ديكتي يوميا بشكل يومي ولو غير شويه، غير باراغراف صغير بزاف، غادي يكون واحد الفرق كبير وغادي تلاحظوا لا في نفوسكم لا في وليداتكم، غتلاحظوا ان كاين فرق كبير في ضبط ديال الاورتوغراف. فوالا، دونك هذه كانت نصيحه تاعت اليوم. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم نلقاكم في نصيحه اخرى وفي يوم اخر، ونهاركم مبروك.